مشاهدينا بزاويتنا الحوارية الأولى لليوم بدنا نحكي عن مبادرة حلوة كتير صرنا عم نشوفها بالفترة الأخيرة. هي مبادرة لمجموعة من الشباب السوري اللي قرروا أنه يتجاوزوا جميع الأزمات ويوقفوا بوشها بطريقة كتير حلوة وشبابية، ومنها بنفس الوقت كان الهدف نشر ثقافة الركوب على الدراجة بين الشباب بشكل عام والفتيات بشكل خاص. لهيك اليوم بيسعدنا أنه نستضيف السيدة رغد فاروسي مؤسسة مبادرة مع البسكليت أحلى. بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. كمان معنا السيد صلاح الرملي، حضرتك عضو مؤسس بالفريق، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا لليوم. يعني مبادرة كتير حلوة، وخصوصا أنه الفكرة بلشت من عندك أنسة رغد. يعني كتير حلو أنه اليوم الصبايا لارا أنه هن اللي يقدموا هيك أفكار مبادرات. يعني الركوب على البسكليت أكيد شيء كتير جديد يعني للصبايا، ولاحظنا فعلا كان في إقبال يعني من مجموعات من صبايا يعني استخدموا هذه الطريقة لحتى يوصلوا لأماكن بأقل تكلفة بالظروف اللي مرينا فيها. فخلينا نحكي عن فكرة المبادرة، حضرتك مؤسسة هذه المبادرة، كيف بلشت؟ خبرينا عن هالفكرة، عن قصة هاي الفكرة، كيف طلعت يعني ببالك الفكرة؟ تمام. هلأ من حوالي 3 سنين بال 2016 تقريبا بالشهر الخامس، بتعرفي بقى هلأ كلياتنا كل يوم عنا طلع من البيت بشكل يومي تقريبا، وعنا دائما عم نلاقي مشكلة بالمواصلات. يعني هلأ الباصات مننطرة كتير، بتجي متأخرة وأحيانا كتير في عجقة ما بيصير لك حتى محل توقفي فيها. طبعا التكاسي كمان غالية بالنسبة لأنه كصبية مثلا كل يوم تطلع بشكل يومي، كمان يعني كتير حيصير تكاليف كبيرة لما رح تطلع كل يوم التاكسي. فأنه طلعت هيك قلت ليش حتى ما أنا سوق بسيكليت، ليش بس الشباب يسوقوا بسيكليت؟ يعني أنا كوني أنثى بمجتمع ما بيتقبل هاي الفكرة، يا ترى أنا إذا طلعت على البسيكليت هلأ وسقتها رح الناس تتقبل هالفكرة ولا لا؟ فأنا قررت أنه أنا ما رح أهتم بنظرة المجتمع أبدا، يعني أنا رح أعمل الشيء اللي بيريحني. انا اذا طلعت بسكليتي بعشر دقائق بوصل على مشواري او على المكان اللي رايحه عليه يعني او على شغلي، بينما اذا بدي انطر باص نص ساعه ولا بين ما يوصل وهيك يعني كتير كتير شغله صعبه بالنسبه لي. اكيد لها فوائد يعني ثانيه، رياضه هي كتير أكيد للبنات طبعا. بس انه هي الفكره بلشت عندي انه انا بدي اجيب بسكليت وبدي سوقها يعني، وخلص انا ما بيهمني الناس شو ما حكوا يحكوا. بعدين طرحت هي الفكرة ببوست عندي على الفيسبوك على صفحتي الشخصية انه ليش حتى البنات ما يسوقوا هيك، لقيت كتير اقبال من كتير صبايا بمجتمعنا انه ايه ويلا وجيبي بسكليت وسوقي ونحن كمان بنسوق معك. يعني شفتي ردة فعل المجتمع كانت كتير، يعني كتير إيجابية، كان في قبول من الناس لهيدي الفكرة، يعني خاصة أنه موضوع فتيات تطلع على البسكليت وتسوق. هلأ بجوز السيد صلاح يكون عنده وجهة نظر تانية أنه الشباب متعودين، بس البنات اليوم يعني كيف بتشوف لهي القصة؟ هو كبنات كانت بالبداية يعني هي أمر عادي جدا أنه تسوق الصبية دراجة، يعني أمر كتير عادي، بس بضل نحن كمجتمع انه في بعض غريبه غير مالوفه، ما راح اقول طبعا عيب، لا الفكره لا محببه ولاقت كثير استحباب من الناس، بس انه هي غريبه يعني في هيك استغراب، فلابد من تدريجها يعني انه لابد انه هي بس بحاجه لتعويض النظر، تعويض الناس انه تشوف صبايا عم بيسوقوا بسكليت امر عادي، وخاصه عبارات الاستحباب والاعجاب من الناس كنا دائما نلاقيها. يعني لما اقترحت علي الأنسة رغد الفكرة والله حبيتها، وأنا بالأصل الدراجة عندي هي روتين حياتي، يعني أنا بسوقها كل يوم من زمان، أنا معتمدة وسيلة مواصلات ضمن المدينة. فأجت هون الشغلة بين أني كنت على صعيد فردي بين أنه جرب ندرجها مبادرة، ندرجها بشكل مبادرة جماعية. نعم. وهون نشأت فكرة أنه ننشئ مبادرة اسمها مع البسكليت أحلى. حلو كتير. يعني رغد مثل ما عم يحكي فعلا يعني هي وسيلة كتير خفيفة ومن زمان بيستخدمها، طرقت هاي الفكرة على بالك بفترة معينة للصبايا، لقت إقبال من المجتمع مثل ما ذكرتي. نحكي عن هيدا الفريق، كيف تم نشره بالمجتمع بين يعني خلينا نقول بالمكان اللي أنتوا فيه، توسع انتشاره، تم قبوله فعلا من المجتمع، وشو هو مؤهلاته للفريق؟ يعني كيف بلشتوا يعني مجموعة بسكليتات أو مجموعة شباب وصبايا، كيف بديتوا؟ هلأ بداية نحن كنا مجموعة رفقات، عملنا جروب على الفيسبوك وصرنا نضيف بعض، يعني رفقاتي ورفقاته يعني رفقات رفقاتنا، فصرنا مجموعة يعني نسبيا شوي كبيرة. طلعنا أول شيء برمضان من 3 سنين، طلعنا هيك مشوار ضمن البلد لنشوف ردة فعل الناس، فكانت نظرات الناس إلا أنها هيك يعني استغراب مع تشجيع، يعني يشوفونا يقولونا برافو خليكم عم تسوقوا، يعني كتير كانوا عم يرحبوا بهي الفكرة
انه كوننا نحن عندنا بالعاديه هي ما كانت يعني من قبل البنات تسوق بسكليت، فيشوفونا يعني يستغربوا وبنفس الوقت يعني يشجعونا، يعني ينبسطوا فينا، يعني يفكرونا اول شيء جروب سياحي او هيك، يقولوا لنا انه انتوا جايين، انه نحن من هون من العاديه يعني. فعملنا شوي شوي كبرت المجموعه وعملنا فريق خاص فينا، يعني صار نحن بنطلع بكثير مصر بيكون العدد احيانا 100 110 اشخاص يعني، طبعا وهذا العدد الكبير بده عدد مشرفين كبير. فنحن بالفريق يعني كنا حوالي شيء 15 مشرف، طبعا هن موزعين بين مشرفين اداريين، بين مشرف طبي، مشرف اعلامي، مشرف بدايه ونهايه، مشرفين بالوسط موزعين مشان ينظموا السير. وهي القصص يعني صرنا نحن مثل فريق منظم وبنطلع على طول، يعني مو بس ضمن البلد، يعني بنطلع ضمن البلد وخارج البلد. هالشيء طبعا ما تم بيوم وليله، بلش بالتدريج. مثلا احنا الفيسبوك ما بننكر قديش ساعدنا بالترويج، يعني نحن مثلا عنا كان محيط اصدقاء ضيق الى حد ما، بعدين من خلال الترويج للأنشطة عن طريق الجروب تبعنا، بعدين أنشأنا صفحة لاحقا، يجونا طبعا رواد جدد نصيروا أصدقاء معنا. طبعا أي حدا من الرواد نشوف عنده مثلا موهبة بتفيدنا بتخدمنا، مثلا موهبة مثلا بالتصوير بيفيدنا بالخدمات التوثيق، مثلا أي حدا مثلا عنده مؤهلات مثلا طبية إنه مشان كادر طبي طبعا يكون معنا في حال تعرض حدا لأي إصابة خلال النشاط. يعني شوي شوي بلشنا نكبر شوي شوي، إنه مثلا يعني أصدقاء جدد مواهب جدد، فيتوسع فرينا كل ما يصير على المسير يصير عددنا أكبر ونشاطاتنا كمان تصير مسافات أبعد. أنا بلشنا نحن الفكرة أنه عن طريق إعلان أنه نعلن عن مسير دراجات خلال مثلا موعد معين وتاريخ معين وساعة معينة. هالإعلان طبعا يتم تداوله على الفيس، من خلال هالإعلان طبعا يحكونا بدهم يطلعوا ويسألونا كيف تأمين الدراجات، ندلهم طبعا في البعض مثلا بده يستأجر، البعض بيملك بسكليتات. وكل مرة عن مرة يزداد نبعد المكان، أول شيء ضمن محيط المدينة، بعدين صرنا نطلع برا المدينة. هاي بدنا نحكي شوي، يعني قيادة الدراجة إلها شروط معينة، إلها قوانين مرور معينة ربما نحن ما عندنا إياها هون، طريقة الالتزام فيها يعني لحتى أنتم تقدروا تتجولوا ضمن المدينة بعدين لحتى تطلعوا لبرا، وخاصة أنه اللي بده يكون بيشترك بده يكون بيعرف يسوق بسكليت منيح. نحن بلشنا بالتدريج. للأسف تعرفي أنه ما عندنا قوانين، فنحن صار الواحد يحط هو من ذاته القانون، يعني التزام ما في قانون سير تلزمنا فيه الدولة مثلا ما وضع قوانين للدراجات، بس نحن لناحية أولا الأمان، الأمان أولا والتنظيم ثانيا، نوضع قوانين الخاصة. وطبعا هالشي كنا ننشره طبعا ضمن إعلان المسير، نحط نصائح اللي هي التزام على يمين الطريق، التزام بالإشارات المرور، إرشادات خاصة إرشادات أمان، كنا نحط إرشادات الأمان. كنا طبعا نستطلع المكان الوجهه اللي بدنا نروح عليها لنعلن المسير، نستطلع قبل الوجهه انه طبعا تكون الوجهه الطريق تبعها الى حد ما بعيد عن حركه ازدحام الاليات، يكون الطريق الى حد ما مناسب، معنا مجال نمشي على يمين الطريق بدون ما ناثر على حركه السيارات. حلو، يعني في شروط امان ظريفه طبعا اضمن، يعني نحن نحط هالقوانين لحالنا، نحن كله نعلن عنها مثلا ضمن اي مناسبه كنا نطلقها، نحط التزام بيمين الطريق، نمشي رتل ثنائي، انه ما حدا يتجاوز حدا على اليمين، يعني الى حد ما مثل السيارات يعني. والارشادات عم تكون بسهوله، يعني البسكليت بيدخل باي منطقه صغيره ممكن يعني يكون عندكم كثير سهوله لتوصلوا للمكان المحدد الرايحين له. هلا انسه رغد، اذا بدنا نحكي عن اهميه ركوب فعلا البسكليت على الصعيد الشخصي، على الصعيد المجتمعي البيئي بشكل عام، يعني مثل ما ذكرنا اكيد هو رياضه للجسم، حتى انه مخترعين الرياضيين يعني اخترعوا بسكليت ثابت لل الرياضة، يعني اللي بده فعلا يتابع نظام خاص فيه بالرياضة. فالبسكليت له كتير أهمية، كتير شيء حلو للحياة وللبيئة وللمجتمع. تخبرينا هيك يعني كيف أنتوا كان شعوركم كصبايا بمرحلة معينة استخدمتوا البسكليت؟ هلا أنا بالنسبة إلي بحب البسكليت من أنا وصغيرة. حلو. يعني لما اشتريت بسكليتي من 3 سنين بعد ما عملنا هي المبادرة، ما بتتخيلي شعور السعادة اللي كنت حس فيه لما أطلع سوقة وامشي، نحس حالي طايره. حلو. يعني مر من قدام موقف باص لاقي هالعالم كلياتها واقفين وناطرين ومتاخرين، وانا هيك مارقه من قدامهم مبسوطه عم بضحك. يعني كنت تتوقعي قالوا لي نيالك خدينا ركبينا وراكي، نام يمزحوا يعني. كنت بتتوقعي توصلي لهي المرحله يعني كصبايا فعلا
تركبوا على البسكليت وتسوقوا بالشوارع يعني من قبل؟ هلا يعني هي فعلا كثير بنات صاروا يستخدموها. يعني هلا انا بعرف كثير صبايا من قبل ما كان عندهم بسكليت، بس لما شافونا عم نطلع هن تشجعوا، دائما بصدفهم بالطريق تشجعوا وجابوا بسكليت وصاروا يروحوا يجوا علي على شغلهم وعلى مشاويرهم. يعني من قبل يعني ما كانوا يتجرؤوا على هي الخطوه، بس لما صاروا عم يشوفونا مثلا على الفيسبوك عم يشوفونا على ارض الواقع عم نطلع وهيك، فهن تشجعوا يعني صحيح. ما بقى عم يحسوا بهيدا الخجل او بهي الرهبه، يعني انكسر شوي الحاجز، حاجز الخوف من المجتمع بالنسبه لهي النقطه. يعني وطبعا يعني انا بنصح اي صبيه ما ترد ابدا على حدا، يعني ولا تطلع على نظرة المجتمع، لأنه بالنهاية نحن المجتمع، يعني نحن اللي عم نمثل المجتمع. يعني إذا نحن بدنا نقول إنه والله عيب وما بصير، يعني بالنهاية ما في شيء عيب، يعني هي وسيلة تنقل أولا وأخيرا، يعني ووسيلة كمان ترفيهية يعني وحفاظ على البيئة، وبنفس الوقت يعني قديش نحن صحتنا بتكون منيحة. يعني ما في مثلا صبية بتداوم على ركب البسكليت بشكل يومي الا عن جد بتصير رشيقة على جسم رشيق تماما حتى اللياقة عندها بتكون كتير عالية. اكيد رح نتابع معكم اكيد الحوار ونحكي عن الانشطة اللي عم تقوموا فيها، ولكن رح نروح نحن وانتم بفيديو لمجموعة من النشاطات اللي قدمتوها خلال الفترة الماضية، خلونا نتابع سوا. يعني تابعنا سوا هيدي الأنشطة الحلوة وشفنا الشباب فعلا عدد كبير مشارك، بس اللي لفتنا اللوجو. يعني خلينا نحكي اليوم رغد عن اللوجو، طريقة اختياره، الألوان، كيف إجت الفكرة كمان؟ هلأ اللوجو إذا لاحظتي هو شعار الإنفينيتي لا نهاية، فنحن اخترنا هيدا الشعار أنا والمهندس نضال علي، لأنه هي مبادرة، مبادرة ركوب دراجات الهوائية، يعني هي شيء غير منتهي، يعني نحن ما بدنا إياها تنتهي أو توقف عند حد معين. فبتشبه هي اللوجو إذا بتلاحظي، بتشبه من قدامك عجلة الدراجة الهوائية، من فوق عاملة مثل الدركسيون الكيدون البسكليت، وهون المقعد طبعا. واللون الأزرق اللي باللوجو دائما إذا بنتبهي مشروبات الطاقة أو بيكون ألوانهم أزرق، أزرق لأنه اللون الأزرق هو بيعطي طاقة، وهو كمان لون السماء، لون البحر،
وبدل كمان على الهواء الطلق. ولاحظ شعار الوردة كمان من فوق انه هي وسيلة بيئية للحفاظ على البيئة، يعني هي السلام. بكل معنى الكلمة وسيلة نقل يعني. بيئية، فاستوفى الشعار إلى حد ما عدة أمور، يعني انه أول شيء وسيلة نقل مستدامة ما بتعتمد على وقود، يعني كمان الانفينيتي انه عندك شيء غير محدود، وسيلة نقل مستدامة ما انك متقيدة ببنزين بوقود معين، وبسبب الحفاظ على البيئة. يعني هذا كنا عم نحكي عنه من شوي عن فوائد قيادة الدراجة البيئية، يعني انه انت ما انك بحاجة لوقود او حتى لانك الوقود تضر من البيئة ذاتك. الوقود من شخصي. ذاتك الفوائد البيئية ولا لا تعد ولا تحصى. هلا طبعا احنا بسواقتنا، انا طبعا عندي بملك سيارة وبملك بسكليت، اعتمادي انا 80% من مواصلاتي على البسكليت، السيارة بحتاجها بس اذا بدي اجيب اغراض او هيك شيء. من تجربتي مع البسكليت طبعا هي انه وسيلة نقل بيئية بدون وقود، طبعا احنا غير فائدتها على الناحية الشخصية، انا عوادم الوقود، عوادم احتراق الوقود خففت عن البيئة طبعاً استهلاكي للبسكليت. أكيد. فنجي على الفوائد الشخصية، هي لمستها بكتير، أنا كوني من زمان بسوق البسكليت. أكيد رغد، كمان الشباب بيحبوا يعملوا جسم رشيق، هاي يعني بيستفادوا من البسكليت كمان. طبعاً أكيد. طبعاً هلا في فوائد طبعاً بتساعدنا إلى حد ما على الحفاظ على الوزن، يعني إنه الواحد يخاف طبعا حرق الدهون اول باول، يعني ما يترك الواحد مجال لتلاقم الدهون اللي بيسوق بسكليت كل يوم، شيء طبيعي انه ما حيوصل لمرحله من الدهون المتراكمه، يعني هو اول باول عم بيحرق. على الصحه، تنشيط عضله القلب، نفس، تاخذ نفس عميق، يعني بكفي هي الطاقه اللي عم ناخذها من خلال معروفه برياضه القلب والرياحيه اللي ناخذها حركه القلب. في لها كمان فوائد، هلا احنا معروفه للكل الفوائد النظريه الصحه، هي التنشيط الاوعيه الدمويه، تنشيط الدوره الدمويه، هي معروفه للكل، بس في عندنا احنا فوائد كمان بتخص الدماغ. تمام. الدماغ، نحن اسواء قياده البسكليت حواسك يقظه. صحيح. انت متوازن، انت بحاله توازن، بحاله حواسك يقظه. كمان هي بالنفسيه بتنعكس على النفسيه، وسهله سواقه البسكليت. يعني عم تقولوا علمتوا كذا حدا، يعني من خلال الشباب اللي شاركوا معكم في هلا بشكل عام اللي سائق البسكليت بصغره ايمت مساقه مرحله متقدمه للعمر بيقدر يسوقها بكل بساطه. حلو. واللي حاب يتعلمها انه بالمرحله مثلا بشبابه او بعد سن معين كمان في امكانيه ليتعلمها، يعني نحن ساعدنا وساهمنا بهالشيء، ما صعبه ابدا. يعني عملنا نحن ايفنتين لتعليم ركوب دراجات الهوائيه، يعني اجوا كان نسبه الصبايا اللي ما بيعرفوا يسوقوا اكثر من نسبه الشباب. فعملنا ايفنتين ونحن المشرفين كلياتنا تواجدنا وتعلموا ناس منيح كيف يسوقوا بسكليت. يعني حتى هن تفاجئوا واستغربوا، اول شيء كانوا خايفين انه لا وما نحن نعرف وهلا منوقع. ففي يعني تقنيه معينه استخدمناها معهم بحيث انه هن صاروا يسوقوا بسكليت، يعني من اول مثلا نحن بلشنا مثلا الساعة 5، من 5 ل 6 ونص يعني هن صاروا عم يتوازنوا. يعني بالجاي اللي بعدها لما اجوا خلص صاروا هن عم يعرفوا يعني سوق بسكليت. يعني عملية التوازن هي أهم شيء بسواقة. تمام، يعني انت بس عرفتي توازني حالك خلص بتقدري يعني تمشي خلص. يعني بأريحية وخصوصا للصبايا بس قوة قلب وما تخافي أول شيء، يعني قوة قلب قديش حلو يعني بالنسبة للصبايا فعلا. هذا الموضوع صارت وسيلة لإلهم. تمام. مثل ما حكيتي هلا رغد، إذا ما نحكي عن يعني حرم الجامعة، نحن بنعرف إنه في مسافات طويلة بالدخول للجامعة ويعني منعوا السيارات تدخل، فهذه المبادرة كتير بتفيد الشباب والصبايا ضمن حرم الجامعة، عم يتم استخدامها. يعني حضرتك كمعيدة جامعة كيف شفتي جو ممكن تطرحي هاي المبادرة بين رفقاتك بين الموجودين الطلاب لحتى تساعدهم فعلا للوصول، إنه فعلا في مسافات بعيدة يعني لا توصل إلى أي حال. الحقيقة صار هيدا الشيء وأنا اقترحت الموضوع على كتير ناس وطلاب. أنا عطيت 4 سنين بالجامعة مادة رياضيات عملي، فكنت أطلع على الجامعة بسكليتي، كانوا يدخلوني لأنه أنا معيدة، يعني ما كانوا يحكوا معي شيء، المعيدين أو الدكاترة أو المصفين ما بيحكون شيء، بينما الطلاب مع الأسف إنه ممنوعة. يعني أنا لما اقترحت هيدا الشيء إنه يصير الطلاب تطلع على الجامعة على البسكليت ويفوتوا لجوا، تفاجأنا إنه ممنوعة بالنسبة للطلاب. يعني ويا ريت انه يعني يا ريت يتخصص باركينج هنيك مثلا، بحيث بيجوا الطلاب بيقفلوا البسكليت بيحطوها بالباركينج وانه خلص، يعني بتسهل على الطلاب التنقل ضمن حرم الجامعة. تماما، يعني يا ريت هيدا الشيء يصير، يعني انه يسمحوا للطلاب يفوتوها. يعني هو الباركينج يعني بس عبارة عن حديد بينحط يعني مثلا ممكن بكراج السيارات او باي مكان ثاني، يعني وكتير بتسهل على الطلاب، يعني حتى الوصول من بيتهم للجامعة يعني بأزمة هالمواصلات اللي عم نشوفها دائما.
واللي خارج الجامعه بيقدروا يستفادوا منها، اللي حاب يستفاد من يعني الفكره. بس السؤال انه هو الجامعه انه يعني يسمحوا للطلاب، هي شغله بسيطه يعني. هلا نحن يعني هي شغله بسيطه، هي مجرد قرار يعني، اي قرار له سلبيات وايجابيات، هذا ما في اي بس سلبيات. بس يمكن ما شاء الله في عدد كبير ويصير في عدد كبير من البسكليت، يعني ممكن يعطي هيك نحن بنطمح لنوصل لهالشغله. نحن هلا يمكن اذا استخدم واحد رح يستخدم الكل، يعني باعتباره فعلا وسيله سهله وممكن تخدمهم. فنتأمل يعني فعلا أن تكون الحركة أسهل لطلابنا. ولكن هلأ إذا بدنا نرجع شوي، نحن أنتم كمبادرة اليوم كمبادرة شبابية، يعني شفتوا في يعني كتير دعم من الشباب وكتير إقبال من الشباب، وبلشوا فعلا عم تقولوا كل عدد تقريبا 100-150 شخص عم يطلعوا معكم. في مواصفات خاصة بتحطوها للبسكليت اللي لازم يطلع؟ في شروط معينة مثلا للتحضير للآلة اللي هي الدراجة لحتى تكون معكم جاهزة خلال المسير؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. نحن بنشترط طبعا شروط انه تكون حاله فنيه جيده للدراجه، يعني اكيد تكون مفحوصه الفرامل تاعيتها، الفرامل هي معيار امان للدراجه، تكون مفحوصه الدواليب تاعيتها الى حد ما، تكون في تطبق المعايير، معايير الامان ومعايير السلامه اللي ما تقطعنا البسكليت خلال النشاط خلال المسير. ومع ذلك أسوأ الأحوال في حال صار ولا بد أنه عطلت بسكليتة أو شيء، نحن معنا مشرفين صيانة فينا نعملها فورا صيانة سريعة أول بأول، يعني أنه ما تعطل عن النشاط تبعنا. بما والشباب صار تفاعل كبير، يعني أمننا خدمات وسهلنا أمور للبعض، يعني حتى مثلا بعض الأنشطة الأعداد الكبيرة لما العدد كبير يتجاوز مثلا 90 كنا مثلا نكون معنا سيارة ترافقنا سيارة نقل ترافقنا، بحيث انه بسكليتة عطلت او تعب صاحبة انه فينا نطلع البسكليتة وصاحبة على السيارة تكون سيارة كبيرة. فهذا الشيء شجع ناس، انه ناس ما عندهم جرأة او ثقة، لانه مصرنا مثلا في 11 كيلومتر مثلا ذهاب، 11 كيلومتر اياب، يعني حد ادنى عم بتكون 20 كيلومتر انه ذهاب اياب، في البعض ما عنده الجرأة انه مسافة 20 كيلومتر انه سوقها. فنحن بهالطريقة شجعنا انه لو انت امكانياتك نص على نص، لا اسوأ الاحوال في مين يشيلك، في مين يساعدك، يعني انه حلو هذا الموضوع بيشجع اكثر لحتى انتم تكفوا بهيدي المبادره. طبعا وصيانه الدراجات اول باول، في حال بس دراجه عطلت يعني في معنا فريق صيانه. اكيد نحن بدنا نقول لكم يعني بالتوفيق ان شاء الله. هيدي المبادرات الشبابيه اليوم عم تثبتوا وجودكم، عم تثبتوا انكم قادرين تعملوا شيء بفترات يمكن صعبه عم نمر فيها، لو عم تكون افكار كثير مميزه لارا عم تساعد الشباب مثل هيدي المبادره. بدنا نشكرك الانسه رغد فاروسي مؤسسه المبادره مع البسكليت احلى، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي. وايضا اهلا وسهلا فيكي. وايضا معنا صلاح الرملي كان عضو مؤسس بالفريق، شكرا لحضورك. شكرا في صباحك ان شاء الله بالابداع والافكار المميزه لسه اكثر. تسلمي، الله يخليكي، شكرا لاستضافتكم، شرفتوا صباحنا ويعطيكم العافيه.